في بعض الأوقات خلال حياتك ربنا بيوضح في طريقك وقدامك بعض الأشخاص. طب انت عارف ايه هو السبب من وجودهم في حياتك؟ والسبب هو علشان مصلحتك انت، وربنا بيكون بعتهم وحطتهم في طريقك علشان يصلح حاجة من جواك انت. وممكن اوقات تتعامل ويقابلك شخص عصبي فتتعلم منه الصبر، او شخص امين فتتعلم منه الحكمة، او شخص متهور فتتعلم منه الهدوء. ومن خلال الاشخاص دول كن على يقين ان الله تعالى عاوز يعالجك انت، تتعلم وتفهم حاجة جديدة في حياتك من خلال وجود الاشخاص دي في حياتك والمواقف المزعجة اللي بتصدر منهم. وفكر كده شوية معايا وافتكر كل شخص وكل موقف مر عليك، هتلاقي نفسك بتطلع منه بحكمة جديدة. وساعات تقعد مع نفسك وتفكر وتحلل اللي حصل لك، وفي النهاية بتتعلم الدرس صح، علشان دي رسالة ربنا عايز يعلمها لك انت ويوصلها لك. وتبص على كل شخص بيدخل في حياتك وتقول لنفسك ايه اللي هتعمله من وجود الشخص دوت في حياتك، وايه هي الرسالة اللي عايزة توصل لك من مروره في حياتك. وتعالى كده واعكس معايا اللي بيحصل ده، يعني اوقات بتلاقي اشخاص بيكونوا في غاية الروعة والطيبة والعطاء وتعزهم ويعزوك، وبعد الارتياح ليهم بتلاقي ان الصفحة اتقلبت وبتظهر امور مزعجة وتتبدل الاحوال. وتقعد مع نفسك وتقول لنفسك طب ايه هو السبب ورا كده، وايه اللي بيحصل ده، وايه هي الحكمة يا ترى من كده. وهتقول لنفسك لو كنت شفت من البداية طريقتهم اللي بتزعجك كنت بعدت عنهم ورفضت مصاحبتهم، بالعامية كنت طفشت منهم. كمثال لو صاحبت شخص سريع الانفعال فهيخليك انت تنتبه لكلامك وتختار الفاظك قبل ما تقولها، واللي حصل ده هيغيرك ويعلمك حاجة جديدة ما كانتش عندك حالة وعي لي. وبكده تكون اتعلمت انك تخلي بالك بكلامك بعد كده. وخلي بالك احنا اغلبنا قلوبنا ضيقة ومش بيدخل في قلوبنا غير الاشخاص بصفات معينة، واللي هنطلع ونتعلم منه هنا ان الله تعالى بواسع علمه عايز يوسع قلوبنا للناس ويكون مصدر حب لكل الناس ونتقبلهم. وتأكد ان كل شخص مختلف عنك وعن غيرك هو بالنسبة لك دواء وبيحتاج لرحلة علاج لصفاتك انت وتحسين طباعك. وممكن الله تعالى يحط لك ناس يشبهوك تماما، لكن اللي بيحصل ده بيكون في مصلحتك انت. وطبعا هي الدنيا كده دروس وبنقعد نتعلم منها. وخلي بالك مع كل شخص مختلف مر بحياتك عليك انك تفهم غضب واسلوبك وطريقة تغيير وتعليمك للدرس، وانك فعلا هتطلع منه مختلف. وكن صادق مع نفسك واسأل نفسك ايه هو السبب الحقيقي لغضبك، بس اوعى في الوقت ده تفتح سيناريوهات مع الشيطان ولا تكسر محبة الناس اللي حواليك. اتعلم وحاول تتعامل صح علشان ما تسببش اي الم للاخرين اللي حواليك، سواء كان بالتجريح بالكلام او بالاسلوب او بالقسوة. اتصرف بحكمة وحاول دايما حكم عقلك.